السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا للتخسيس. احنا كنا عملنا وصفات كتير قوي للتخسيس، بس اخر وصفة عملتها كانت بلبان الذكر، وكتير من متابعيني وحبايبي قالوا انه طعمه مر ومش مستحب، بس في برضو قالوا ان هو بيجيب نتيجة جميلة جدا معاهم. يعني هم معترضين على الطعم، لكن هي الوصفة ذات نفسها الحمد لله بتجيب نتيجة جميلة بإذن الله. فأنا النهاردة جايبة لكم وصفة تانية طعمها مقبول عن لبان الذكر، ان شاء الله اتمنى انها تعجبكم باذن الله. يلا بينا نقول الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي باذن الله. الجرس ده هتلاقيه تحت الفيديو، هتضغطي على زر الاشتراك الاحمر هيظهر لك الجرس، اضغطي عليه يبقى انت كده معايا في كل فيديوهاتي باذن الله. وصفتنا النهاردة يا حبايبي عبارة عن معلقة من الكروية، ونص معلقة من الزنجبيل، ونص ليمونة، وهنحتاج كوباية مية. انا هوريكم شكل الايه الاعشاب اللي انا هستخدمها. دي الكروية بتاعتي، وده الزنجبيل مطحون، وهنحتاج نص ليمونة وكوب من الماء. هنحط المكونات دي كلها على بعضها، يلا نحطها مع بعض واقول لكم هنعمل فيها ايه. ده الطبق بتاعي يا حبايبي اللي انا هرفعه على النار، هنحتاج طبق عشان هنرفعه على النار. هنحط فيه معلقة الكراوية كده، وهنحط فيه معلقة الزنجبيل بالشكل ده كده اهو، وهنحط عليهم كوب من الماء اهو، دي كوباية من المية. لكن طبعا لازم اولع عليهم على النار، هتولعي عليهم على النار وهتستمر في التقليب كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده هنصفيهم. انا هولع عليهم على النار وهصفيهم وهقولك تستخدميهم ازاي. ده المشروب بتاعي يا حبيب قلبي بعد ما ولعت عليه على النار واستمريت في التقليب لا يقل عن 5 دقايق، وبعد كده صفيته وبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لكن طبعا انا لسه ما حطيتش الليمونه، الليمونه بتاعتي اللي هي النص ليمونه اهيت، انا عصرتها عصرتها دلوقتي اهي، وهحطها بقى في الكوب بتاعي بالشكل ده. يفضل ان انت تحطي الليمون بعد ما تطفي عليه على النار، عشان انا مش عايزه الليمون يغلي فيه. وبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حتى طريقة استخدامك بقى للمشروب ده ازاي، هتاخديه مرة واحدة في اليوم اول ما تصحي من النوم قبل الفطار بساعة. قبل الفطار بساعة هتتناولي الكوب ده، بينزل الكرش والارداف وبيخسس الجسم بطريقة رهيبة جدا. الزنجبيل طبعا معروف انه بيحرق الدهون يا حبايبي، وجميل جدا جدا للتخسيس. كذلك الكروية جميلة جدا وبتدي طعم جميل مع الزنجبيل. الليمون برضو غني عن التعريف، ومكونات جميلة وسهلة وبسيطة، مش هتكلفك حاجة خالص. اتمنى ان انتوا تعملوا المشروب ده وهيفيدكم باذن الله. مكوناته بسيطة وغير مكلفة، بيحرق الدهون في وقت قياسي، ان شاء الله باذن الله يكون فعال معاكم. وزي ما قلتلك حاولي تمشي عليه كل يوم قبل الفطار بساعة، كوب واحد فقط قبل الفطار بساعة. دي كانت وصفتي النهاردة حبايب قلبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وباذن الله تعملوها. وطبعا اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك لجيجي، واتمنى يكون 5000 لايك لا يقل عن 5000 لايك، عشان في تحدي على الفيديو ان احنا نوصل ل5000 لايك باذن الله. واكتبوا لي الوصفات اللي انتوا عايزين تشوفوها على قناتي وان شاء الله بعملها، واللي ما اشتركش في قناتي ان شاء الله يشترك في قناتي. واشوفكم الوصفة الجاية مع جيجي كل حياتي.